السلام عليكم اهلا فيكم في فيديو جديد او نظره اوليه للماك ميني بعض الاشخاص بيقولوا لي اوكي ليش ما شريت الماك بوك برو او الماك بوك اير معالجات ام معالجات ابل اول سبب انه مش متوفر عندنا في امريكا ثاني حاجه هذا اللي شفته حاولت اني اجيب 16 رام لكن مش متوفر لازم انتظر شهرين ثلاثه شهور هذا اللي متوفر الان عندنا اللي هو مثل ما نشوف 8 رام اقل شيء 512 الان في اللابتوبات الجديده حقين ابل ما تقدر تغير اي شيء فيهم مش نفس اللابتوبات او الاجهزه القديمه اللي كان اي 7 اي 3 اي 5 لا معالج واحد ثمانيه كورز فيه هذا المعالج نفس المعالج الموجود في الماك بوك اير والماك بوك برو نفس الشيء فالمقارنة اللي تنزل عندكم في القناه راح تكون الارقام والقوه حق هذا الجهاز نفس القوه حق الماك بوك اير والماك بوك برو الا ماك بوك اير اقل شيء يكون في السي بي يو او المعالج نفس هذا لكن الجي بي يو اللي هو معالج الرسوميات يكون سبعه كورز او سبعه نواه مش ثمانيه، لو ترتفع شوي في السبكس او في المواصفات تقدر تاخذ ثمانية ثمانية نفس هذا الموجود او الماك بوك برو ثمانية ثمانية هذا ماك ميني جهاز قطعه مربعه مثل ما يشوف هذا حجم القطعه نفس هذه في كيبل داخل بس تحطه في الكهرب عندك وتجيب الكيبورد حقك كل وتشبك على الشاشه وخلاص هذا في مروحه فالمواصفات هذه بالضبط تقدر تقارنها بالماك بوك برو الارقام اللي راح تكون في هذا بالضبط نفس اللابتوبات الجديده حق معالج ابل فنفتح الجهاز معاكم ونشوف الاشياء اللي بتكون موجوده داخل طبعا قلت لكم قبل شوي الاشياء مثل ما نشوف هذا الجهاز المايك ميني الجهاز يعتبر فاضي من الداخل فابل اتوقع انه في المستقبل لازم تغيره. اسمع الصوت معاكم. اوكي. صوت اقوى من الجوالات. فهذا الجهاز. ليش اقول لكم فاضي من الداخل؟ لان الجهاز هذا او شكل الجهاز وحجم الجهاز ابعاده، جهاز مبني لحق انتل، معالج كبير والاشياء والقطع الداخليه. الان الجهاز يمكن لو تفتحه هذه القطعه اللي موجوده هنا بس. المكان اللي فوق فاضي. فابغى اتوقع في المستقبل لازم تسوي فيه شيء تحط زياده فيه او تشيل قطع من الداخل او تنحف الجهاز مثل ما نشوف لو نشوف القطع الخارجيه من ورا اللي هو المداخل حق الجهاز مثل ما نشوف عشان اللزقه هذه مروحه مثل ما قلت لكم الجهاز يجي في مروحه نفس الماك بوك برو 13 انش حق ارم ومدخل سماعه على تبي يو اس بي اي اتش دي ام اي تندر 2 فقط والايثرنت جيجا بت مش 10 جيجا بت اوكي هنا الكيبل وهذا الباور زر الباور هنا بس جهاز هذا كل شيء هذه القطعه الخلفيه ان الجهاز راح يجلس معنا كذا مثل ما قلت لكم في مروحه هذه الحراره راح تطلع من هنا راح نشوف معاكم قدام كيف القوه حقتها وهل راح يطلع في صوت ولا لا الأمون راح نسوي كل شيء نقدر عليه في الجهاز راح نسوي 4K 60 فريم اخراج 4 k شاشتين او في نفس الشاشه 4 k 4 k 60 فريم على الدولبي فيجن راح نجرب نلعب العاب في نبي نرفع كل شيء فيه نهلك الجهاز نشوف كيف للاسف كنت اتمنى اني اخذ 16 جيجا بايت الرام لكن المتوفر الان ما في الا 8 جيجا فنشوف الثمانيه يعني انا بالنسبه لي لو هذا انتل ما راح يقدر يسوي حتى 4 k 60 فريم العادي 1080 ولو ان الفيديو طويل البروجكت راح يتوهق برضه لكن نشوف ابل ايش بتسوي الثمانية حقت أبل كم بالنسبة لحق انتل وهذا الجهاز راح أقارنه مع أعلى جهاز لابتوب عند أبل اللي هو الماك بوك برو 16 إنش اللي عندي أنا والرام 64 مع أعلى جي بي يو عند أبل اللي نزلته في الصيف اللي راح بالتقنيات الجديدة اللي موجودة في الجي بي يو فنشوف جهاز بحدود 800 دولار هل يتفوق على جهاز اللابتوب اللي بغارنا عليه ب 4800 دولار شوفوا الفرق 4800 و800 نسوي ريفيو ونشوف نكمل معاكم في القطع الداخلية اللي يجي مع الجهاز ستارت جايد والكيبل بس فقط لا غير مثل ما قلت لكم ركب الكهرب شغل الكيبورد وكل شيء وحطه بالشاشة واستمتع الجهاز يجي مع الواي فاي اي سي جميع الاشياء اللي موجودة في اللابتوبات يجي معها هنا الفرق الوحيد انه ما راح اقدر اقارن البطارية من الماك اير في بطارية لابتوب والماك بوك بور في بطارية لابتوب هذا لا تركب الكهرب اما الاشياء الثانية كلها راح تكون نفس اجهزة اللابتوب نشوف قدام ففي نهايه الفيديو لا تنسون الاشتراك في القناه واشتراك في حسابي سام تشاتشر فضواتكم وعمل لايك للمقطع ونشر المقطع ولا تنسون من